هذه الأسابيع لازم يؤمن للجميع. العطل لابد أن تتزامن مع عطل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والعطل الأخرى. لماذا؟ للسماح للأسر الجزائرية للاستفادة كلية بهذه العطلة. لو يخرج عطلة تلميذ متمدرس وآخر في الجامعة لا يخرج في نفس التوقيت، فسنحرم الأسر من الاستفادة من العطل المنوعة. بالتالي هناك اعتبارات كبيرة وكثيرة، ولكن هذا ما يمنعناش باش نفكر سويا إن شاء الله للذهاب إلى قدر ما أمكننا ذلك إلى ما يعني تنظيم زمني وتنظيم دخول وخروج الذي يساعد الجميع إن شاء الله ويرضي الجميع.